عافاك الله ولا بأس، وهديت وجنبت البؤس. إن تشكو سلوكا سلبيا يختلج العقل أو النفس. فتعال وأصغ لكلماتي وتفاءل واجتنب اليأس. فعلاجك خطوات خمس، فاتبع الخطوات الخمس، فاتبع الخطوات الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وحياكم الله في خماسيات. نخطئ وطبيعي أن نخطئ، نحن بشر، ومن مواصفات الإنسان أنه يخطئ، وكل ابن آدم خطأ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن ثمة أناس في هذه الحياة لا يحبون الاعتراف بالخطأ البتة. عدم الاعتراف بالخطأ يعني غياب الشجاعة في أن يقول الإنسان نعم أخطأت وأتحمل نتائج خطأي. الذين لا يعترفون بأخطائهم يمارسون سلوكا مشينا أو مزعجا أو مقلقا، لأن مثل هذا السلوك سيعود عليهم سلبيا في نتائج الحياة المختلفة. لكن قبل أن نذهب لهذه الشخصية يجب أن نعرف مواصفات وعلامات هذه الشخصية. فمن علامات هذه الشخصية أنها لا يمكن أصلا أن تعترف بالخطأ، هو ما يعترف بالخطأ، لا ما أخطأت، ترى أنت وقعت في الأمر الفلاني، الأمر الفلاني دليل على أنك أخطأت، لا لم أخطئ. أو يبرر كل خطأ يقع فيه، لا ليس خطأ، أنتم تعتبروه خطأ، أنا ما أعتبره خطأ، أنا فقط قرأت القضية من زاوية معينة، نظرت إليها من زاوية أخرى. فهو دائما وأبدا يحاول أن يبرر الخطأ. وأسوأ من ذلك من المؤشرات أنه ينسب الخطأ إلى الآخرين، أو كما يقولون يعلق الخطأ على شماعة الآخرين، على شماعة الآخرين. ستجد هذا الإنسان لديه مهارة عالية في أي خطأ يقع فيه أن يقول هذا الخطأ بسبب فلان أو هي بسبب فلانة. أنا لم أكن لأخطئ لولا أن فلانة هي التي دفعتني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للخطأ، أو زوجي هو السبب في ذلك الخطأ الذي وقعت فيه، أو زوجتي هي التي أدت لذلك الخطأ. لديهم قدرة عالية على أن يوزعوا قائمة أخطائهم ويضعوها في قوائم الآخرين. فهذه من المؤشرات الواضحة. أيضا هؤلاء للأسف الشديد ينظرون إلى الاعتراف بالخطأ أنه ضعف، يقول أنا كيف أقول للناس أنني مخطئ، هذا دليل على ضعف شخصيتي، وينظرون لي أنني ضعيف وأنني أخطئ، وربما يسيئون الظن فيه، وربما يعني ينظرون إلي نظرة بشكل أو بآخر. ولذلك نظرته دائما وأبدا على أن الاعتراف بالخطأ ضعف يجعله ينتقل للزاوية الأخرى مباشرة، هو إنكار الخطأ أو تبرير الخطأ أو تعليق الخطأ على شماعة الآخرين أو رفض فكرة أنه خطأ أصلا. الأسوأ من ذلك أن هؤلاء أحيانا يخافون من الانتقاد، يخاف أن الناس يعني يقولون ترى تذكر أنك أخطأت في اليوم الفلاني، ترى تتذكر الموضوع الفلاني عندما مارست، تتذكر أنت قبل سنة سنتين عندما، يخشون أن يدخلون في الصندوق الأسود الخاص بأذهان الناس في قضية الأخطاء، ونسوا بأن الإنسان بطبيعته يخطئ. حتى هذا الذي أمامك الذي لديه الصندوق الأسود الذي ربما يضعك داخله، هو ذاته لديه عشرات ومئات وآلاف الأخطاء المتكررة. هؤلاء الذين لا يعترفون بالخطأ ويفقدون الشجاعة يحتاج أن نقف معهم، أن نتحدث إليه، أن نطيب خمس خطوات في خماسيات لرحلة مختلفة من الشجاعة في قول أنني أخطأت. فعلاجك خطوات خمس، فاتبع الخطوات الخمس، فاتبع الخطوات الخمس. إذا تحدث إليك يوما ما شخص وقال إنك شخص لا تعترف بالخطأ، وشعرت وتأكدت بأنك فعلا عندما تخطئ لا تعترف بالخطأ أو لا تمتلك الجرأة للاعتراف بالخطأ، فالخطوات الخمسة القادمة ستفيدك بشكل كبير جدا، أو ربما تفيد شخصا تعرفه لا يعترف بالخطأ. أول خطوة، صحح مفهومك تجاه الاعتراف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ ليس ضعف، الاعتراف بالخطأ شجاعة وصدق وجرأة. إذا صححنا هذا المفهوم سنعترف بأخطائنا. الثاني، انظر وتأمل في العائد عليك من الاعتراف بالخطأ. أول هذه العوائد أنك أنت نفسك ستسعى إلى التصحيح، الآخرين سينظرون إليك بإجلال لأنك فعلا شخص قلت ما لك وما عليك وسعيت فعلا إلى أن تعدل الخطأ وأنت بشر. الثالث، تأمل في حياة العظماء،
بدءا بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم. أليس في كتاب الله قصص موسى عليه السلام ونوح وإبراهيم وغيرهم ممن وقع بعضهم في أخطاء واعترفوا بأخطائهم وذكروها، وهذا شيء طبيعي جدا. وبالتالي عندما أتأمل في قصص هؤلاء العظماء وأدرك أن العظماء مع عظمتهم وجلالة قدرهم كانوا يعترفون بأخطائهم، بل هذا جزء من جلالة قدرهم. الرابع، أنت وأنا وهو وهي بشر، والبشر يخطئون، فبطبيعة الحال لا تتخيل أنك ملاك لا يمكن أن تخطئ، لا تتخيل أنك ستخرج من طبيعتك البشرية فستخطئ قطعا. الاعتراف بأنك بشر سيخفف عليك قضية الاعتراف وأنك تصل للطرف الذي أمامك. أخيرا الخطوة الخامسة، لا تربط اعترافك بالخطأ بناء على مواقف الآخرين. أنا أعترف أمام فلان الذي ربما يتقبل، أما هذا ربما لا يتقبل. اجعلها ديمة في حياتك أن تعترف بالخطأ أيا كانت ردة الآخرين. لا تبني هذا السلوك على ردات الآخرين، لأن سلوك الإنسان أن يكون معترفا أو غير معترف سيكون عادة في لحظة من اللحظات ربما يتحول إلى طبع. أنا يجب علي أن أتعود على أن أعترف بخطئي مع أي إنسان وأيا كانت ردة فعله، لأني أعرف بأن هذا الاعتراف سيقود إلى التصحيح وإلى الوصول إلى منطقة التميز. الخمس الخطوات المساعدة على أن تكون شخصا تعترف بخطئك وتصحح خطأك. عافاك الله ولا بأس، وهديت وجنبت البؤس، إن تشكو سلوكا سلبيا يختلج العقل أو النفس. فتعال وأصغ لكلماتي وتفاءل واجتنب اليأس، فعلاجك خطوات خمس فاتبع الخطوات الخمس، فاتبع الخطوات الخمس.